أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع. العلم والعمل والدعوة والصبر. الآن نأخذ مسائل ثلاثة. غير أسئلة القبر. المسائل الثلاثة هي أنواع التوحيد الثلاثة. أنواع التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد. ما هو التوحيد؟ قلنا قد يسألك سائل يقول أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد. يقول ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله، أن يفرد الله ولا يجعل معه شريك. يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. ما هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. إذا ما هو التوحيد؟ هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. الأول توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أفعال خاصة بالله لا يشارك في أحد سبحانه وتعالى. كالخلق، هل أحد يستطيع أن يخلق من العدم غير الله؟ لا، إذا نفرد الله بأنه هو الخالق. نعم، إذن النوع الأول من أنواع التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أفعال خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه في أحد كالخلق مثلا. الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أو توحيد العبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا نعبد إلا الله. لا تصلي إلا لله. لا تدعو إلا الله. لا تخاف إلا من الله. لا تصوم إلا لله. إذن العبادة حق لله، لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. إذن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، لا نعبد إلا الله. الثالث توحيد الأسماء والصفات. أن نفرد الله سبحانه وتعالى بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. لابد أننا ننزه الله عن مماثلة الخلق. الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تكون كصفات الخلق أو كأسماء الخلق. إذا مرة أخرى، التوحيد هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، لا نعبد إلا الله.
توحيد الأسماء والصفات، نفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل أسماء وصفات الخلق. Troisième, c'est توحيد الله سبحانه وتعالى de son bon nom, son bon attribut qui en a, qui n'a fait son bon attribut, son bon nom pour Allah et qui peut ressembler aucun attribut, bonne création qu'il crée. نعم. المسلم لابد يتميز عن الكفار. Un musulman besoin de distinguer de lui un non-musulman. هل اليهودي مثل النصراني؟ Est-ce qu'il y a un juif pareil au chrétien؟ أو بينهما فرق؟ Ou bien la différence entre eux؟ يوجد فرق؟ Y en a؟ نعم. Oui, y en a. إذا لابد أن المسلم يتميز عن اليهودي والنصراني. Ça veut dire un musulman aussi bien distinguer de lui un juif de lui un chrétien. في ماذا؟ في المعتقد. اعتقاد المسلم ليس كاعتقاد اليهودي والنصراني. في الكلام. هذا يقول أنه مسلم. وهذا يقول أنه نصراني وهذا يقول أنه يهودي. أيضا في الهيئة في اللباس. إذا لا يمكن أن المسلم يماثل الكافر يتشبه به. لابد أن نكون وسط في التعامل مع غير المسلمين. وسط. لأن الناس انقسموا مع غير المسلمين إلى طرفين وسط. À cause de notre monde, en regard de notre monde qui n'est pas musulman, il y a trois groupes, quatre qualités musulmanes. Un dans la police, l'autre dans la moins, et l'autre qui est modéré. قسم يتعدى على الكفار بالقتل والسب والسرقة أخذ الأموال. Un groupe musulman qui n'a pas de limite en extrême, avec un kuffar et tous les autres, ils vont les autres, ils font les justices aux autres. وقسم يشارك الكفار في لباسهم في عاداتهم في عباداتهم في أعيادهم. يعني المسلمين زود كل كتره. تعالى من قصة بكفار. ده من كسوس في سبيشاليتي بن كافي كي في. ده كاليتي عبادات. من كاليتي فاسون سانزي. ده من كاليتي فاسون في. الصحيح نتوسط وسط. إلى بنتي سكي نمودي غيرها من كسوس. نفي للكفار بالعهود يعني لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. C'est qu'il y a des bonnes coufards, nous fulfillons, nous l'agrément qui nous en a envers les autres, pas par les autres, pas tous les autres, pas faire même l'injustice avec les autres. ومع هذا لا نشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في لباسهم. Mais dans même l'état aussi, nous ne parlons pas de respect de ces bonnes coufards, de bonnes questions, de quelqu'un qui nous dit ça, ils ont pas son bien, pas son sensé, pas son parti, etc. نحب لهم الخير وهو الدخول في الإسلام. Nous comptons bien être les autres qui sont entrés dans l'islam. نخاف عليهم من النار. نبيب وزود جهنم. ننصح لهم. إنادوا نعلمهم الدين. نوصي زود الدين. إذا لابد أن نكون وسط في التعامل مع غير المسلمين. سابجين وبيزيم ونريكو سينا ريلاشون avec بعض المسلمين.